الحمد لله في سنتين الزمالك بيوصل في مرتبة كبيرة في بطولة أفريقيا في أبطال الدوري الشامبيونز والكونفدرالية بيقدر يحصل عليها وبيوصل قبل كده برضه سيمي فاينل للكونفدرالية. تمام. يعني ده الطبيعي إن الزمالك يكون متواجد على الساحة. بتمنى من ربنا يكملها لنا على خير إن شاء الله. تمام. ونبتدي نفكر هنلاقي مين بقى هنلاقي تتمنى مين؟ تتمنى مين؟ تتمنى مين؟ انا اتمنى اي فرقه ربنا يعني يكرمنا قدامها لان كان ماتش الترجي صعب وماتشات الترجي صعبه ومع ذلك ربنا اكرمك فاي فرقه هتلاقينا نطلب بس لا بس انا فيه. عايز اعرف رايك الشخصي الرجاء ولا مازيمبي؟ الاثنين واحد لا يعني اديني واحده لا اديني واحده اصل انت قابلت مازيمبي يعني مازيمبي كان معاك في المجموعه قابلت مازيمبي وقدرت اتغلب عليها في القاهره وهي لا يعني الزمالك اتعادل في القاهره اتعادل بس قدرت يعني اوصل معاها لدور الثمانيه تمام لكن مش فارق لا كل ماتش ليه ظروفه يعني مش معنى ان انا حصل لما انا كنت في مازيمبي لحد الدقيقه 70 متعادل ومتماسك لكن بالزبط. حصلت ظروف ايوه فلا هي اللعيبه بتكتسب خبرات كل ماتش عن التاني وان شاء الله ربنا يوفقنا سواء الرجاء او مازيمبي يعني ان شاء الله في مستوى صعب طبعا الفرقه كلها كانت صعبه بتمنى بقى ربنا يكرمنا بقى الماتش الجاي ان شاء الله والاهلي ان شاء الله يتاهل معانا ويمكن ممكن نقدم بقى النهائي يتلعب في القاهره بقى ويبقى ما هو مصر ما قدمتش اهو يعني عندي الدول اللي قدمت الكاميرون المغرب تونس كل دول قدموا مصر ما قدمتش صحيح ما قدموش لكن انا بقول يعني بتمنى ان يبقى الفاينل الزمالك طيب